سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي في هذه الحلقة الجديدة من مانشيت. غارات أمريكية على الحدود السورية العراقية تشمل الميادين والبوكمال والقائم. القيادة الوسطى ضرب 85 هدفاً لفيلق القدس والمتعاونين معه ب 125 قذيفة. المقاومة العراقية تستهدف القواعد الأمريكية شرق سوريا بعد دقائق من الهجمات. كتب المحرر السياسي: نفذت واشنطن الرد العسكري الذي وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العملية التي نفذتها المقاومة العراقية على قاعدة البرج 22 على الحدود السورية الأردنية العراقية، وقتلت 3 جنود أمريكيين وجرحت 40. وتضمن الرد غارات بالصواريخ نفذتها طائرات حربية أمريكية على مناطق الحدود السورية العراقية، استهدفت مواقع تستعملها قوى المقاومة، يفترض أنه تم إخلاؤها منذ أيام. وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية إن هناك حصيلة من الشهداء والجرحى لم يعرف إذا كانوا من المدنيين أو من حراس المقار، أم أن بينهم شخصيات قيادية في قوى المقاومة، خصوصا أن البيان الصادر عن قيادة المنطقة الوسطى في القوات الأمريكية تحدث عن غارات استخدمت فيها قاذفات استراتيجية جاءت من خارج المنطقة، وأن القصف استهدف 85 موقعاً ب 125 صاروخاً وقذيفة. حتى منتصف الليل لم يكن ضمن العمليات استهداف في العاصمة العراقية بغداد، والتزمت واشنطن بما أعلنته عن عدم الرغبة بحرب مع إيران، رغم ما تضمنه بيان قيادة المنطقة الوسطى عن أن الاستهداف تم لمقار فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة لمن وصفتهم بالميليشيات التابعة له، بينما أفادت مصادر متابعة في مناطق الاستهداف أن المقار عائدة لقوات الحشد الشعبي. بعد دقائق من الجولة الأولى للغارات الأمريكية التي نفذت على عدة جولات وامتدت لأكثر من 30 دقيقة، أعلنت مصادر في المقاومة العراقية، والغارات كانت لا تزال مستمرة، أنها ردت على الغارات باستهداف القواعد الأمريكية شرق سوريا بالصواريخ والطائرات المسيرة. مصادر متابعة للمشهد الإقليمي توقعت تكرار الهجمات الأمريكية، لكن مع بقائها تحت سقف عدم التصعيد، بما يجعل الأمور تخرج عن السيطرة، خصوصا مع التسريبات التي تتحدث عن تفاهمات قادها وسطاء بين واشنطن وطهران رسمت خطوطا حمراء للرد، وفتحت الطريق للتعاون في خفض التصعيد وفتح طريق التفاوض بحثا عن مسارات سياسية للخروج من المناخات الحربية في المنطقة التي وصلت إلى طريق مسدود ولم تفلح في تحقيق أي إنجاز، رغم ضراوة ووحشية الحرب الإسرائيلية التي تخاض على غزة. والمخارج المتاحة هي عبر السير بجدولة الانسحاب الأمريكي من العراق الذي سيفتح طريق الانسحاب من سوريا أيضا، أو عبر فتح الطريق نحو صيغة تنهي الحرب في غزة بعدما فشل جيش الاحتلال بتحقيق الانتصار المفترض على المقاومة رغم مرور 4 شهور على بدء الحرب. وهذه الأثمان وحدها وفقا للمصادر المتابعة هي ما يستحق أن تدير قوى المقاومة المعركة بعناية وانتباه إذا كانت هذه الأهداف قابلة للتحقيق. سلام القدس لكم وعليكم.